لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب حكم المفقود في أهله وماله. قال: باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب رحمه الله: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. قال: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى ابن مسعود رضي الله عنه جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجد وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي، وقال هكذا فافعلوا باللقطة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك. وقال الزهري رحمه الله في الأسير: يعلم مكانه. قال: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. ثم ذكر روايه عن يزيد مولى المنبعث رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضلة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضلة الإبل فغضب أحمرت وجنتاه وقال: ما لك ولها مع الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن اللقطة فقال: عرف كأها وعفاصها وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان رحمه الله: فلقيت ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت: ورأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضلة هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم. قال يحيى: ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد؟ قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت لا. تكلم على حكم المفقود في أهلي ومالي، يا ترى كيف تتصرف هذه المرأة المزوجة التي فقدت زوجها؟ يا ترى في الحالة دي هل بتمكث هكذا أبدا ولا في مدة والقاضي يحكم عند ذلك بموته حكما وتعتد ثم لها أن تتزوج؟ قال: حكم المفقود في أهلي ومالي. قال ابن المسيب رحمه الله: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. يبقى لو كان في قتال دار بين طوائف وفقد هذا الرجل، يبقى فقد في الصف، غالب الأحوال غالب الظن أنه قد قتل، غالب الظن أنه قتل، فقد في الصف عند القتال، يبقى غالب الأمر أنه فقد وقد قتل، فامرأته تتربص سنة، سنة كاملة، إن لم يرجع في السنة يبقى لها عند ذلك أن رفعت الأمر إلى الحاكم أو القاضي حيحكم لها بموت هذا الرجل، يبقى موت حكمي، لأنه فقد وفقد في معركة، وغالب الأمر من فقد في المعركة غالب الظن أنه هو يكون قد قتل، لكنها تتربص سنة، سنة كاملة، ثم بعد ذلك يحكم، لا أن تمكث، يعني لا أن تمكث، إن لم ترد أن هي أن تتزوج ترفع الأمر للحاكم، كما بينا في مسألة الإيلاء. رجل آل من امرأته ألا يطأ هذه المرأة سنة كاملة، متى ترفع ذلك الأمر للقاضي؟ بعد مضي أربعة أشهر، بعد مضي أربعة أشهر، مع أنه هو كلامه في البداية أنه لن يطأ هذه المرأة سنة كاملة، سنة كاملة، ولكن ليس لها أن ترفع ذلك الحكم أو الأمر إلى القاضي إلا بعد مضي أربعة أشهر، عسى أن يكون يرجع قبل هذه الأشهر، فلذلك تمكث حتى يمر أربعة أشهر، لا الحق عند ذلك، إما أنها ترفع الأمر للقاضي للحكم في هذه المسألة أو أنها تصبر وتمكث هكذا حقها أساسا. فكذلك أيضا يبقى هذا رجل مفقود، حكمه إيه؟ هل هو مات أم لم يمت؟ فعلى ذلك بحسب الحال الذي فقد فيه ذلك الرجل، إن فقد في معركة دارت بين طرفين
يبقى عند ذلك غالب الأمر أنه قد قتل، غالب الأمر أنه قد قتل، إن لم نعرف أنه قد وقع في الأسر. فامرأته تتربى السنة ثم يحكم لا بموت حكما، وعلى ذلك تعتد المرأة عند ذلك بعد الحكم، ولها أن تتزوج بعد مضي هذه الفترة. قالوا إن فقد في غير الصف، قال تمكث 4 سنين، تمكث 4 سنين. ودائما الأمر ده مرجعه إلى الحاكم وإلى الأحوال التي فقد فيها هذا الإنسان، الذي فقد فيها هذا الإنسان. وجانب العلماء قالوا أنها تتربص هكذا أبدا، تتربص هكذا أبدا. قال واشترى ابن مسعود رضي الله عنه جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجدوا وفقد، يبقى صاحب الجارية دوت التي اشتراها منه ابن مسعود رضي الله عنه مضى ومشى، يعني هذا الرجل مضى، فعلى ذلك فقد، وده ليه حق أساسا ثمن هذه الجارية. فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال اللهم عن فلان اللي هو صاحب الجارية، يبقى هو ليه مبلغ من المال هو ثمن الجارية، ماذا يصنع به؟ هو عند ذلك أصبح أمانة في يده، أصبح أمانة، يبقى عند ذلك يحتفظ بذلك المال وإنه أمانة، متى ظهر ذلك الرجل يبقى رد عليه هذه الأمانة. ممكن له هذا التصرف كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه، يبقى هو غالب الظن وكأن هذا الرجل لن نلقاه، فماذا نصنع بماله الذي هو أمانة عندنا؟ فلذلك كان يتصدق بهذا المال، لكن هذا تصرف ابن مسعود رضي الله عنه، ولذلك قال اللهم عن فلان، يتصدق عن فلان، فإن أتى فلان قال فلي وعلي، قال فلي وعلي، يبقى ليه الثواب وعليه الغرامة، يبقى عليه الغمة أساسا، يبقى ده تصرف. يبقى إن وضع إنسان عندك أمانة وهذه الأمانة ظلت سنوات طويلة وغلب على الظن أني لن أعثر على صاحب هذه الأمانة، لا أعرفه أين هو، فماذا أصنع؟ يبقى هي أمانة موجودة وبالتالي حكمها أن نحتفظ بها، ولكن أردنا نفع صاحب الأمانة هي فلك أن تصدق بهذا المال، ولكن ده هيبقى تصرف الإنسان اللي هو وضعت عنده الأمانة، تصرف كذا حتى يثاب صاحب هذا المال، يثاب. لكن لو عاد وطلب ذلك المال هذا حقه فترد له ذلك الحق، كاللقطة كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى وجد لقطة يعرفها سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مضي السنة من التعريف يبقى لك أن تنتفع بها، انتفع بهذه اللقطة وهلكت ظهر صاحبها، يبقى يرد له ذلك الحق، يرد له هذا الحق، يبقى حقه لا يسقط، لا يسقط الحقوق بالتقادم، يبقى دي حقوق أساسا لا تسقط به التقادم في القانون الوضعية، بعد مضي عدد معين من السنوات خلاص يبقى على ذلك تسقط هذه اللقطة. نقول لا، هذه اللقطة لا صاحب، ولكن نحن لا نعلم أين صاحب هذه اللقطة، فنعرفها سنة، فإن ظهر وإلا لك أن تنتفع بها، إن ظهر بعد مضي سنوات طويلة فهذا حق ويرد له ذلك الحق. هنا كذلك كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه، التمس صاحبها سنة فلم يجدوا وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين. يبقى المال ده بمثابة أمانة عند ابن مسعود رضي الله عنه لصاحب أساسا، يعني ده ليس شو التقط من الأرض، ده ليه صاحب، فلما مضى يبقى ده زي أجرة هذا الإنسان أو ثمن هذه الجارية، يبقى ثمن مبيع. وقال الله عن فلان، يبقى صدق عن فلان، فإن أتى فلان قال فلي وعلي، إما أنه هو حيجيزه في التصرف وإما أنه هو لا يجيزه في التصرف، إن لم يجيزه في التصرف يبقى يرد له ذلك المال. فلذلك قال فإن أتى فلان فلي وعلي، لي الثواب وعلي الغرامة، وقال هكذا فافعلوا باللقطة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك الأمر. يبقى ده إنسان فقد وله مال، يبقى كيف صرف في المال؟ يبقى غلب على الظن أننا لا نتقابل مع هذا الرجل، فلنا أن احنا هنحتفظ بالمال كأمانة، أو نحن نصرف فيه بهذه الصورة أن نتصدق به لحساب صاحبه، فإن ظهر فعلى ذلك إما أن هو يعني حيقر على ذلك التصرف وإما لا يقر، إن لم يقر على ذلك التصرف نرد له ذلك المال ولك أنت عند ذلك الثواب، رغم أنه تصدق عن فلان، يبقى الصدقة دي كان عن فلان، لكن لو ظهر فلان وأخذ المال يبقى على ذلك هي الثواب يحول إليك، فلي وعلي، فلي الثواب وعلي
الغرامة وكذا ففعلوا باللقطة. وقال ابن عباس رضي الله عنه نحو ذلك. قال الزهري رحمه الله في الأسير يعلم مكانه، يبقى إذا وقع في الأسر يعلم مكانه، لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، أنه ما زال على قيد الحياة، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. قطع خبر بهذا الأسير يبقى سنته سنة المفقود، يبقى نقول على ذلك يبقى طالما أنه هو أسير وقع في الأسر ونعلم أنه ما زال أسيرا في هذا المكان، يبقى امرأته يبقى ما زالت زوجة له، وبالتالي لا تتزوج ولا يقسم ماله. طب ماله كده يقسم على الورثة؟ لا، هو ما ماتش وما زال على قيد الحياة، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. يبقى رجل فقد وله مال وله زوجة، يبقى لو فقد في الصف عند القتال يبقى امرأته تتربى السنة، بعد ذلك لها الحق. القاضي يحكم بموت هذا الإنسان حكما، يعني يحكم أنه فقد وما فيش أمل أو رجاء في العثور عليه لأنه فقد في الصف، وكذلك لم يكن فيه الأسارة، يبقى عند ذلك امرأة بعد سنة يبقى الحاكم بيحكم أنه حكم الأموات، بتبدأ تعتد عدة الوفاة ولا بعد ذلك أن تتزوج. وماله كذلك، يبقى ده مال إنسان مفقود، مال إنسان مفقود، فكيف يكون التصرف؟ يبقى على ذلك التصرف كما قال ابن مسعود، فعل ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال في رواية عن يزيد بن مولى المنبعث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يبقى خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يبقى هو لو تركها ممكن الذئب كده يهجم عليها ثم يهلك هذه الشاة، فهي إما لك أو لأخيك، حد تاني كده، أو إن هي هتبقى للذئب عرضة للهلاك والتلف. وسئل عن ضالة الغنم الإبل فغضب وأحمرت وجنتاه، قال ما لك ولها مع الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. يبقى ضالة الإبل دي ليست من اللقطة غير ضالة الغنم، لأنها ضعيفة لا تقوى على حماية نفسها والدفاع عن نفسها، وبالتالي على ذلك هذه اللقطة من الغنم إن يأخذها الإنسان وهيعرفها سنة أو لك أو لأخيك، لو تركها أخذها غيره، وكذلك إلا ما يأخذ أحد ممكن تكون عرضة للتلف والهلاك. لكن بالنسبة لضالة الإبل يبقى لا يتوصف باللقطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها مع الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر حتى القارب، وتستطيع الدفاع عن نفسها، وكذلك لا تهلك، تقوى على أن تأتي بشرابها وطعامها. وسئل عن اللقطة فقال عرف كآ وعفصاء، عرفها سنة وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. أصبحت دلوقتي ليه حق الانتفاع، بس ده لا يسقط حق صاحب هذه اللقطة متى ظهر، لكن الشارع على ذلك أجاز لك حق الانتفاع بها، تنتفع بها حتى يظهر صاحبها، إن لم يظهر فعلى ذلك يبقى لا حرج. الكلام ده بيعرفها سنة، عرفها سنة بس يعرف اللقطة، احنا مر علينا الكلام في اللقطة وان هي تعرف سنة كاملة، يعني يستفاد بها العلم كده في اماكن تجمع الناس، مش هو لقطة لقاها امسكها سنة ثم ينتفع بها، لا، لو هو وجد اللقطة ولم يعرف اللقطة اصبحت بمثابة امانة في يدي، اصبحت بمثابة امانة في يدي، كأن انسان وضع عنده ذلك المال ثم ذهب وفقدناه، يبقى اصبح امانة ليس له حق الانتفاع بها. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه لم ينتفع بثمن الجارية، ولكن تصدق بذلك الثمن لصاحبه، لصاحب المال، فإن ظهر يبقى فلي عليه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى ده حكم هذه اللقطة، ودي طبعا يعني ده مال لصاحب، لكن فقد صاحب ذلك المال، يبقى فقد صاحب المال، يبقى بينتفع بها. قال باب الظهار، وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال الإسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر، قال مالك وصيام العبد شهران. وقال حسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحر والأمة سواء.
وقال عكرمة رحمه الله: إن ظهر من أمتي فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. في العربية: لما قالوا، أي فيما قالوا، وفي نقض ما قالوا، وهذا أولى، لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور، بيتكلم على مسألة الظهار. يظهر الرجل من امرأته، يشبه امرأته بأخته أو بابنته أو بخالته أو بعمته أو بأمه، ودي طبعا من المحرمات على التأبيد. إن شبه الزوجة الحلال بالمرأة الحرام يبقى ده الظهار. ظهر هذا الرجل امرأته، قال: أنت علي كظهر أمي وأختي، كظهر ابنتي، كظهر عمتي، خالتي. دي محرمات على التأبيد. يبقى لما شبه الزوجة الحلال بالمرأة الحرام اللي هي تحرم عليه وحرم أبدية، يبقى عند ذلك ده الظهار. ما حكم ذلك الظهار؟ كما بين ربنا سبحانه وتعالى هذه الكفارة، يبقى عتق رقبة من قبل أن يتماس، إن لم يجد الرقبة صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. دايما كده، دي كفارة على الترتيب، يعني كفارة مش على التخيير، على الترتيب. غير في كفارات بتبقى على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ارتكب محظور محظورات الإحرام، يبقى لبس المخيط هذا الرجل، وبعد أهل به العمرة والحج، يبقى على ذلك يبقى عليه فدية. إيه الفدية؟ فدية من صيام أو صدقة أو نسك. اختار أي حاجة ليس لها علاقة بالغنى والفقر ولا بالقوة ولا الضعف، ولكن يتخير، ده يبقى على التخيير. اختار أن هو يذبح شاة، اختار يتصدق على ست مساكين، اختار يصوم، كل ده على التخيير. زي كفارة اليمين على التخيير، يبقى يطعم 10 مساكين او يقوم بكسوتهم او عتق رقبة، ده على التخيير. فإن لم يستطع يبقى ده على الترتيب، يبقى ما يجيش يصوم 3 أيام الا لما يعجز عن احدى الثلاث الاول. يبقى الاول دولت على التخيير، يختار عايز يكسو 10 مساكين يفعل، عايز يعتق رقبة يفعل، عايز يطعم 10 مساكين يفعل، وليس لا علاقة بقدرة الإنسان المالية، حسب ما يرى، يعني حسب هو ما يرى. هو عايز يطعم 10 مساكين يطعم 10 مساكين أو يعتق رقبة أو يقوم بكسوتهم. إن لم يستطع يبقى صيام 3 أيام. يبقى دي الجزء الأول على التخيير، والجزء الثاني على الترتيب. ما يجيش كده يقول لك خلاص صوم 3 أيام. بنسمع هذا كلام، ده نتيجة الجهل بالحكم أساسا. دي كفارة على الترتيب، أنا ليس لي دخل فيها. يبقى لما يجي إنسان كده يبقى ظاهر من امرأتي، فعلى ذلك يقول لا أقوى على أن أنا أصوم. أقول له والله لو لم تستطع، وهذه مسألة لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، يبقى تطعم 60 مسكينا، لكن مش الحكم أن أنا أقوله أنت مش مستطع خلاص كده. يبقى كده الحكم يبقى على ذلك هذا حكم صحيح في حقي، قد يكون مستطيع. إن لم يستطع يبقى علق الشارع باستطاعة الإنسان، وده أنا لا أعلم، يعني لا أحدد ذلك الأمر، ولكن هذا بينه وبين ربي. إن لم تستطع اطعم 60 مسكينا، إن كان يقوى على ذلك يبقى لا يأتي إلا طعام، ولكن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس كما قال ربنا سبحانه. وقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قوله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يبقى ده ظاهر من امرأته، شبه المرأة الحلال اللي هي الزوجة بالمرأة المحرمة عليه كالأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخال. قال: وقال إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد. طب العبد لو ظهر من امرأته؟ فقال: نحو ظهار الحر، عليه نفس الكفارة. قال مالك: وصيام العبد شهران، مش على النصف بقى، مش على النصف، احنا اعتدنا كده. يبقى هذه عدة الأمة، هذه مثلا العقوبة الأمة إن زنت، يبقى كل ده اساسا نجد على النصف اهو. ولكن هنا نقول ان ظهر العبد فيبقى حكم الحر في الظهار. ان ظهر من زوجه او من اما، ان ظهر من زوجه او اما نفس الحكم. قال مالك رحمه الله: وصيام العبد شهر. وقال حسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحر والاما سواء. يبقى عبد ظاهر وكان متزوج باما، يبقى الظهار ده ادي حكمه. نقول عبد متزوج بأمة وظاهر منها، يبقى على ذلك حكمه حكم الحر، نفس الكفارة: عتق رقبة من قبل أن يتمسى، صوم إن لم يستطع ذلك
يبقى ان لم يجد يبقى يصوم شهرين متتابعين قبل ان يتمس، ان لم يستطع يبقى اطعام 60 مسكين. وقال عكرمه رحمه الله: ان ظهر من امتي فليس بشيء، انما الظهار من النساء. يبقى كان عكرمه رحمه الله يرى ان رجل لو ظهر من امراته الامه، يبقى هي زوجه وكانت امه، قال ليس بشيء. ليه؟ قال انما الظهار من النساء. يبقى قال لقوله سبحانه وتعالى: من نسائهم. قال والأمة ليست من النساء، والأمة ليست من النساء، دي مملوكة له. فكان ده قول عكرمة رحمه الله، ولكن القول كما قال العلماء ان ظهر العبد كظهار الحر، سواء ظهر من حرة او من أمة، لكن ده كان قول عكرمة رحمه الله: ان ظهر من أمته فليس من شيء، انما الظهر من النساء، لانه من نسائهم. الآية تقول من نسائهم، النساء يبقى مقصود اي الزوجة. قل الحرة، المرأة الزوجة الحرة كالأمة، إن ظهر منها الرجل سواء كان حرا أو عبدا يبقى عليه كفارة الظهار، كما بين ربنا سبحانه وتعالى: عتق رقبة قبل أن يتمسى، فإذا لم يجد صوم شهرين متتابعين قبل أن يتمسى، إن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. قالوا في العربية: لما قالوا، لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا، أي فيما قالوا وفي نقد ما قالوا، وهذا أولى، لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور. يعني لو ظهر رجل من امرأتي يبقى ظهر رجل من امرأتي يبقى عليه حكم الظهار، حكم الظهار. يبقى هذه مسألة، يبقى لا يطأ هذه المرأة إلا أن يكفر. يبقى رجل متزوج امرأة وبالتالي ظهر من امرأتي، فلا يمس المرأة إلا إن كفر كفارة الظهار. ممكن يبقى رجل كف ظهر من امرأته ثم قام تطليقها، يبقى على ذلك ممكن لا يكفر. لكن هو إمتى هيكفر؟ لو أراد أن يطأ هذه المرأة، أراد أن يطأ هذه المرأة. ويثبت الحكم ده بالوطأ، إن وطأ ثم طلق المرأة يبقى يثبت ذلك الحكم عليه، حكم الظهار. قال في العربية: لما قالوا ثم يعودون لما قالوا، أي فيما قالوا. وقال إيه؟ نظاهر من امرأته، فهيعود يبقى حيطأ المرأة، يبقى على ذلك يكفر كفارة الظهار. قال: وفي نقد ما قالوا، وهذا أولى، يعني ده الأولى. طب لو واحد ظاهر من امرأته نقول يمسك هذا؟ لا، الأولى أن يطأ المرأة، لأن ده قول منكر وقول زور، لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور. نقول له يمسك عن ذلك خلاص يوفي باليمين؟ نقول له لا، ده هو يمين خطأ أساسا، والله تعالى لما وصفه قال أن ده هذا قول منكر وقول زور، وأنهم يقولون منكرا من القول وزورا. يبقى إيه الأولى؟ لو واحد ظهر من امرأته يبقى نقول له هنا يبقى يكفر، يعني يعود لذلك، يبقى يعود لوطأ الزوجة، لكن يكفر قبل أن يطأ الزوجة، يكفر قبل أن يطأ الزوجة بهذه الكفارة على الترتيب كما قال ربنا سبحانه. ونقد ما قالوا أولى، يبقى القول ده ما لا يثبت عليه ولكن يقوم بنقده، وده الأولى، لأن ده منكر من القول وزور كما سماه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال: لما قالوا، أي فيما قالوا. يبقى أي ثم يعودون لما قالوا، يبقى فيما قالوا وفي نقد ما قالوا، وهذا أولى، وهذا أولى. يبقى ينقل ذلك الكلام، لأن الله تعالى وصف الظهار بأنه قول منكر وقول زور، وأن الله تعالى لم يدل على المنكر وعلى الزور، يبقى الأولى أن ينقل ذلك الأمر. لكن يا ترى يطأ ثم يكفر؟ نقول لا، يكفر ثم يطأ. إن وطأ قبل أن يكفر فعلى ذلك يبقى في الحالة دهية ثبت عليه الظهار، ثبت عليه الحكم. يعني رجل كده ظاهر امرأته، ماتت المرأة خلاص، يعني احنا بنقول هيعود هيطأ المرأة وبالتالي كفر عشان يطأ المرأة، هي ماتت خلاص، او قامت تطليقها بعد الظهار، يعني قامت تطليقها ولم يراجع هذه المرأة، يبقى على ذلك يبقى هذا الحكم ان اراد ان يعود، اراد ان يطأ الزوجة، لكن ماتت بعد كده، طب هو وطأها ثم ماتت، يبقى عليه الحكم اساسا حكم الظهار لابد من ادائه. ثم انتقل الامام البخاري رحمه الله الى الباب التالي، باب الاشاره في الطلاق والامور. باب الاشاره في الطلاق، هل بيعمل بالاشاره في مساله الطلاق؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي
صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسان. الإشارة بيتم العمل بيها، لكن يا ترى هيتم العمل بالإشارة في مسألة الطلاق؟ يعني كأننا قلنا رجل أطلقت امرأتك فأشار برأسي أو ما برأسي، إشارة دي بنفهم منها إيه؟ أي نعم. هل يا ترى يبقى ده حكم ولا الطلاق لابد أن يكون كلاما؟ فلذلك قال الإشارة في الطلاق متى تعتبر الإشارة؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب هذا، فأشار لسانه. يبقى بيفهم كده بالكلام، يعني يبقى أشار بلسانه، انتكلم بكلام، لكن الحزن وهو ينتج عنه دمع العين لا يؤاخذ الإنسان بذلك، ولكن يؤاخذ إن تكلم بكلام الجاهلية. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن خذ النصف، لما كانت في خصومة بينه وبين ابن أبي حضرد، فعلى ذلك علت الأصوات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إشارة أي يضع الشطر، يبقى أشار بيده أي ضع الشطر، يبقى دي إشارة فهم، وبالتالي ترك نصف ذلك المال الذي له. طب تركه إزاي؟ هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم لكن أشار إليه إشارة فاهما من ذلك الأمر أي ضع النصف. وقالت أسماء رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلي؟ فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت آية؟ فأومأت برأسها النعم. يبقى دي إشارة فهمت منها وقامت مقام الكلام. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، أن يتقدم يعني في الإمامة، يبقى أومأ بيده، يبقى دي كانت إشارة فهم منها ذلك أبو بكر رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج، أومأ بيده لا حرج، افعله لا حرج. وقال أبو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد المحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى ركن أشار إليه وكبر. وقال زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 90، وعقد 90 ماشي 90 لكن عقد 90 بيديه بأصابعه. قال في رواية عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافق مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده ووضع أمولته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عاد يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورادق رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك؟ فلان لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها ألا. قال فقال رجل آخر غير الذي قتلها فأشارت ألا. فقال ففلان لقاتلها، فأشارت النعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فردق رأس بين حجرين. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة منها هنا، وأشار إلى المشرق، يبقى منين؟ من جهة المشرق بالإشارة. قال أيضا في رواية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال رجل انزل فاجدح لي، قال رسول الله لو أمسيت، ثم قال انزل فاجدح، قال رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا، ثم قال انزل فاجدح، فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومى بيده إلى المشرق، فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، فقد أفطر الصائم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال، أو قال أذانه من سحوره، لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال من سحوره، فإنما ينادى أو قال يؤذن ليرجع قائمكم، وليس أن يقول الصبح أو الفجر. وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة باب الإشارة في الطلاق وفي الأمور، رواية
عن عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلاهما جبتان من حديد من لدن ثديهما إلى ترقيهما، فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لازمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع، ويشير بأصبعه إلى حلقه، ويشير بأصبعه إلى حلقه. فبيتكلم على حكم الإشارة في الطلاق، أطلقت امرأتك فأشار إشارة فهمنا منها أي نعم أي أنه طلقه، هل يعد بذلك طلاقا أم أن الطلاق لابد أن يكون كلاما؟ نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.